ابو كباتن ومنور روائل الدنيا. ازيك حبيبي يا كابتن؟ ربنا يخليك، كل سنه وحضرتك طيب. الله يخليك، وانت طيب كده وموفق على طول ان شاء الله يا رب. كابتن عزمي، يعني النهارده كان في قرارات في الجلسه بتاعه اجتماع مجلس الاداره النهارده، واعتمدته او مش اعتمدته، يعني خلاص ابتدى يبقى في قرار ناحيه مدير فني مصري بديلا لكابتن فاروق جعفر، الكلام ده مظبوط؟ مظبوط. طيب يعني ليه اتجهتوا للمدير الفني المصري وكانت في ناس كتير جدا منها انا يعني بنادي بان يبقى في خبير اجنبي يسوق الفتره اللي جايه الكره ويحط لنا مسابقات تتماشى معانا والقصه كلها؟ لا انا عايز اقول لك حاجه، احنا عندنا والله كفاءات عاليه جدا في مصر والله يا كابتن وائل، ما نبخس حقهم بس ادي لهم الفرصه. احنا عندنا ناس تجمع بين الناحيه العلميه والناحيه العمليه وممارسين في العمل في عمل التخطيط ده على مستوى كويس جدا، فما نبخس حقهم، المهم ياخدوا فرصتهم ويبقوا في عند في شغلهم هينتجوا كويس قوي قوي قوي. طب كابتن عزمي، ما احنا كان لنا ما نخللش من اللي عندنا يعني خالص، انا ما دخلتش اي حاجه فيها تقليل اللي عندنا، ولكن احنا جربنا اللي عندنا ومثلا المتمثلين في كابتن دكتور عمرو ابو المجد ولم يتم اطلاق الحريات ليه ان هو يعمل اللي هو عايزه وكان في تدخلات، فانا قصدي ان المدير الفني المصري دايما هيبقى عنده حته ان هو برضه بيسمع وبيتاثر وممكن حد من مجلس اداره يقول له اعمل كذا وما تعملش كذا، انما راجل اجنبي جاي يعمل شغله بياخد عليه فلوس وخلاص. هقول لك حاجه يا كابتن، اللي بيقبل بقى ان واحد يقول له اعمل شمال ولا اعمل يمين ده لا يصح ان هو يقعد مكانه. ده كويس، ده كلام كويس. انت جايب مدير فني وبتثقه في قدراته، يبقى الراجل فري هاند ولا يتدخل في شغله حد. هو المسؤول لان هو اللي بيتحاسب في الاخر. لما تيجي تتدخل في شؤونه يحصل اخفاق ويجي يقول لك اوعى تتكلم، انت اتدخلت قلت كذا كذا كذا. فلكن انا شايف الامور اتغيرت كتير، وان برضه يعني المنظومه استفادت من الاحداث اللي هي السابقه، وانا شايف ان الامور كلها مؤهله للمصري المدير الفني للاتحاد اللي جاي هياخد صلاحيات كبيره جدا جدا جدا، وهيكون له دور كبير في الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله. خاصه الضوابط والمعايير المحطوطه كابتن وائل حاجه محترمه جدا، يعني راجل لعب درجه اولى ولعب دولي ومؤهل علم عالي، يعني مؤهل علم على مستوى عالي، فيعني بيجمع الناحيه الاكاديميه والعلميه، فعايز ايه تاني؟ مين الاسامي اللي ممكن يكون حواليها الاختيار؟ والله في كتير يعني في الدكتور محمود سعد مارس الناحيتين، في الدكتور طه اسماعيل، في ناس كتير موجوده وناس على مستوى كويس قوي يعني. تمام. طيب انتقل لقضيه ثانيه او موضوع ثاني برضو كان النهارده بيناقش، وهو لائحه شؤون اللاعبين، وفي كلام ان هيحصل ممكن تغيير للائحه عشان العقوبه تبقى اشد شويه. لازم يتم تعديل اللائحه يا كابتن، ده شيء اساسي. والله يا كابتن انا ببقى فرحان بالكلام ده، لان انا يعني الحمد لله مش عايز اقول اول ما ناديت بالكلام ده، بس انا قلت ان لائحتنا تعبانه قوي بالنسبه للائحه بتاعت الاتحاد الدولي. انا سمعتك. انا سمعتك وانا يمكن قلت قبل كده معك وقلت قبل كده معك في ان لابد من التعديل حسب الظروف اللي بتمر بيها. انت فتح عندك مشكله كبيره يا كابتن وائل، السموسره او اللي هو الايجنت اللي هو المدير ده، بس اقول لك انا المسؤول عن لاعب فلان، انا المسؤول عن لاعب فلان، اخي بالك هو ده بياخده من هنا، عشان كل ما بيجيب مبلغ عالي كل ما بيبقى ايه نسبته اعلى. وعلى حساب اي حاجه، حساب المبالغ وحساب القيم وحساب كل حاجه. في نفس الوقت لازم نحط في اعتبارنا ان في ناس بتمشي سليمه، مش المنظومه فاسده بامانه يعني، لكن في بعض اللي بيعملوا الحركات دي ويستغل المنافسه بين الاهلي والزمالك واللعيبه. الغالبيه العظمى منهم يعني لا يعلموا اللوائح مظبوط، فاهم ازاي؟ وبيجري ورا يعني بيغرهم بالعقود الكبيره، فبيقع في الغلط. لما يكون في بقى لائحه قويه وحازمه بيعمل كده، بيتوقف سنه، بيعمل كده بتوقف سنتين، غرامه نص مثلا راتبه او 10% من راتبه 20% من عقده، يبقى في هيجي عشان يعمل حاجه زي دي يفكر 100 مره.
ده في سابقه في اسبانيا لعيب مجرد قاعد مع فريق خصم مع نادي خصم قاعد اتوقف. اه مظبوط. فاحنا عايزين يعني يبقى في كده لائحه قويه. اتوقف من مين يا كابتن؟ مين اللي وقفه؟ نعم مين اللي وقفه؟ مين ايه اللي وقفه؟ مين اللي وقف اللاعب اللي انت بتستشهد بال النادي بتاعه؟ النادي بتاعه والاتحاد ما خدش موقف ضده؟ لا النادي بتاعه قبل الاتحاد. ايوه قبل الاتحاد. انا قصدي عايز اوصل بالكلام لان الاتحاد لازم يبقى يعني ايده على كل حاجه في التعاقدات والكلام ده. مظبوط. بس انا بقول لك شوف النادي بتاعه قبل الاتحاد كان واخد موقف. احنا عايزين نوصل لهذه المرحله. وبعدين لازم نعترف ولازم نقر بحاجه مهمه. يا كابتن وائل يعني النادي الاهلي بجلالة قدره اعتزل فيه عظماء. اعتزل فيه عظماء زي محمود الخطيب كتير جدا زي ابو تريكه زي بركات زي ناس سيد معوض ناس كتير طاهر ابو زيد ربيع ياسين مجدي عبد الغني. اقعد احكي لك من هنا للسنه الجايه. تمام. الزمالك بطل منه عباقره على راسهم حسن شحاته. تمام. هل الدنيا وقفت؟ لا طبعا ما توقفش. لا النادي ده هيتاثر ولا هيتاثر بلاعب ولا اثنين ولا ثلاثه. فما يعملهاش الصغيرين وقفها الكبار. تمام. فبرضه كل الكلام ده نرجع للائحه. لابد من تعديل اللائحه تكون اللائحه قويه بحيث ان اي لاعب يفكر يعمل حاجه غلط يفكر بدل مره الف. تمام. تمام. كابتن عزمي عايز برضه اسالك على اخر حاجه بعد اذنك، موضوع الشكاوي اللي اتقدم بيها النهارده رئيس نادي الزمالك ونادي الزمالك على موضوع كابتن وائل جمعه وكابتن علاء عبد الصادق. هو كل الشكاوي دي هتتنظم وهيتم الرد عليها ان شاء الله يوم السبت باذن الله. يعني انا شايف ان احنا يعني وصلنا بقى لمرحله يا كابتن يعني مش معقول يا كابتن وائل ان كل يوم بين الاهلي والزمالك يبقى في مشكله. عايزين نكبر بقى عن الكلام ده والاهلي والزمالك يبقوا كده ايد واحده كده هيعلوا الكوره وهيعلي المستوى هتعلى كل حاجه هتعلي المبادئ القيم وهتعلى كل حاجه ان شاء الله. بشكرك جدا. ما يعملهاش الصغيرين واقفه الكبار يا كابتن. ماشي يا كابتن عزمي بشكرك جدا. ماشي. كابتن عزمي مجاهد مدير اداره الاعلام في اتحاد كره القدم.